طيب الله اوقاتكم مشاهدينا بكل خير. حلقة جديدة من برنامج حوار الأسبوع تأتيكم هذه المرة من القاهرة. معي أنا ندى عبد السلام وضيفي في هذه الحلقة السيد ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز. برحب بك معانا سيد ياسين. في البداية نتحدث عن أرباح الشركة في النصف الأول من 2019 451 مليون جنيه. الأسباب التي أدت لتحقيق هذه الأرباح. الحمد لله وإحنا ماشيين بخطة ثابتة يعني. بالنسبة للأرباح هي حوالي 3% أعلى من أول نصف سنة من 2018 كانت حوالي 440 مليون. واحنا بنأمل ان شاء الله احنا نوصل لأهدافنا المستهدفة السنة دي اللي هو حوالي مليار جنيه ان شاء الله كأرباح، وكمبيعات جديدة حوالي 14 مليار. مبيعات بنسبة زيادة قد ايه عن العام الماضي؟ بنسبة زيادة من حوالي 12 حوالي 18% مبيعات زيادة في المبيعات عن 2018. طب دعنا نتحدث قليلا عن جزء المبيعات، يعني اغلب نتائج اعمال الشركات العقاريه اللي نقدر طبعا نرصدها اللي هي موجوده مقيده في البورصه المصريه، في تراجع في المبيعات. تمام. الشركه هتقدر توصل للتارجت ده ازاي خلال 2019؟ تمام. احنا الحقيقه كنا شايفين ده، يعني شايفين انه المعروض قد يكون زاد في الفتره اللي فاتت والمنافسه اشتدت بين المطورين العقاريين، فاحنا اتجهنا ان احنا رحنا في حته زي اسكندريه، وده بنعتبره سوق بكر نوعا ما. طبعا اسكندريه مدينه قديمه جدا لكن لم ينولها نصيبها من التطوير في الفتره الماضيه، وكنا يمكن اول المطورين اللي رحنا ولقينا نتائج الحقيقه كانت رهيبه جدا، ودي من اكتر حاجات بتساعدنا السنه دي ان احنا نقدر نوصل للمستهدف بتاعنا اللي هو 14 مليار ان شاء الله عن السنه. تقريبا حجم المبيعات اللي حققتها الشركه في مشروع اسكندريه اللي بيقام على 135 فدان حوالي 6 مليار جنيه لحد دلوقتي. احنا قفلنا الفيز الاولاني، خلصنا بعنا بالكامل فقفلنا، وبنفتح فيز 2 ان شاء الله في خلال شهر 11 تقريبا. المشروع على كام مرحله يا فندم؟ المشروع هيبقى على 4 مراحل. وعدد الوحدات اللي بيضمها؟ هو المشروع كله فيه حوالي 3500 وحده تقريبا. اول مرحله كانت في حدود 1000 وحده، ودي الحمد لله اتباعت بالكامل، فهنبتدي نفتح المرحله الجديده ان شاء الله في خلال زي ما بقول شهر 11 2019 ان شاء الله. مبيعات المرحله الثانيه المستهدفه تقريبا هتوصل لكام؟ هتوصل لحوالي 2.5 ل 3 مليار جنيه تقريبا. سيد ياسين، اجمالي استثمارات مشروع اسكندريه تقريبا هتوصل لكام كمان؟ هي اجمالي الاستثمارات هتوصل لحوالي 50 مليار جنيه تقريبا، اجمالي الاستثمارات في هذا المشروع. وده حضرتك من المشاريع اللي بالنسبه لنا كبيره، لكن هو اتجاه اخذناه من فتره ان احنا نتجه خارج القاهره. مصر ما زالت خلينا نقول في مليون زواجه كل عام، زيجه كل عام، العدد بيتراوح بقى بنسمع 100 وفي ناس بيقولوا 105 او 110 مليون. ففي احتياج للسكن، احتياج جنون يعني، مش ما هياش ناس فيها كتير من الاستثمار، في بعض المستثمرين في هذا المجال، لكن الاكثر او الاغلب بنسبة كبيرة جدا هم ناس فعلا طمعانين في سكن جديد يعني. بس بما ان حضرتك ذكرت موضوع النمو السكاني في مصر بيقدر ب 2.5% سنويا، وايضا حالات الزواج اللي بتتراوح ما بين 700 الف حاله سنويه اللي بتصل لمليون بحسب حوالي تقديرات مليون و10 الف في السنه يعني. مظبوط، ولكن البعض بيرى ان الطلب على الوحدات السكنيه هو محدد في فئه معينه، هل ده صحيح؟ لحضرتك هو الطلب على كل الفئات. ولذلك احنا كان استراتيجيتنا بنتجه في اتجاهين، واحد انه بنتجه خارج القاهره الكبرى اللي فيها سبلاي المطروح من الوحدات اكبر بكثير، فاتجهنا لاسكندريه، وده هيبقى برضو من الاهداف عندنا احنا نحاول نطلع خارج القاهره الكبرى. ده كانت استراتيجيه الاولى. الاستراتيجيه الثانيه انه مشروع زي باديه لانه مشروع كبير جدا وبيقدر يعني كايكونوميز اوف سكيل نقدر ننافس، فبنقدر نخش بيه في شريحه سعريه مختلفه عن الطبقه اللي هي بنقول تقريبا بقت ساتوريتد شويه، فبنقدر نخش في طبقه سعريه مختلفه، فبيبقى في متناول الشباب ان هم يقدروا ياخدوا وحدات في مشروع باديه. ولذلك ده كان الاتجاه ان احنا حين بصينا على مشروع باديه بصينا هو على كذا نقطه. واحد انه كان تعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، وده شايفينه في حد ذاته هو اضافه جيده لمصر ان يبقى في تعاون بين القطاعين ممثل في وزارة الإسكان وفي حالتنا بالم هيلز. يمكن المشروع مساحته كبيرة جدا وهيتخذ عدة مراحل لتطويره، المدى الزمني لتطوير المشروع؟ حوالي 14 سنة. 14 سنة مزبوط. وإجمالي المبيعات اللي تم تحقيقها إلى الآن من حوالي 6 مليار. من إجمالي قد إيه فندم؟ لا إجمالي المشروع مبيعاته، لأنه بيبقى فيه جزء كبير جدا منه تجاري
بيوصل حوالي 420 مليار تقريبا. طيب حضرتك ذكرت ان هو بالشراكه مع الحكومه المصريه، اذا على اساس نظام تقاسم الايرادات بالظبط نسبه يعني. كم للحكومه المصريه؟ الحكومه بتاخد 26% واحنا بناخد 74%. شايفين النسبه دي جيده يا فندم؟ هي النسبه جيده بالنسبه للحكومه طبعا، والنسبه جيده برضو بالنسبه لنا، لان هي بتساعدنا على الاقل في الفتره الاوليه حتى ان احنا نعمل براندنج للمشروع، بيبقى فيه مساهمه من الحكومه معانا. والنهارده خلينا نقول انه برضو لتكاثر المشاريع ولوجود مطورين كتيره، الزباين بتوعنا هيبتدوا يبصوا اكتر ل الملاءه دي المطور. يعني كان زمان الناس بتبص في الاسم المعمار اللاندسكيب الكلام ده كله، نوعيه الناس الشاريه. النهارده لا، الناس لازم تبقى حريصه جدا في نوعيه المطور اللي هم بيروحوا معاه. هل ليه تجربه؟ هل ليه تاريخ؟ هل ليه ملاءه ماليه؟ هل هو مدرك في البورصه مش مدرك؟ يعني بالتالي كل الحاجات دي هتؤثر في الفتره اللي جايه. ولذلك بقول اللي مطروح النهارده في السوق هو يمكن في الشورت تيرم مقلل شويه الطلب، لكن في نفس الوقت في الميديوم تيرم هو لصالح المطورين الاكبر حجما والاكثر ملاءه ماليه. خلينا اسال حضرتك على منطقه غرب القاهره، بيتضح جدا ان مشاريع او اغلب محافظه مشاريع الشركه بتتركز في غرب القاهره. غرب القاهره كمان الحكومه المصريه بتسعى ان هي تحولها لمركز سياحي، متحف المصر الكبير اللي هيتم افتتاحه طبعا قريبا، تطوير منطقه الاهرامات، مطار سفنكس. لاي مدى تحويل المنطقه دي لمركز سياحي كبير يخدم مشروع زي مشروع باديه؟ الجزء الثاني يعني الاستثمار الفندقي اللي موجود في مدينه الشيخ زايد والسادس من اكتوبر، ملاحظ ان هو بينقصه الكثير لهذه المنطقه تحديدا. الشركه كمان مش هتبدا تفكر في استثمار من هذا النوع؟ اكيد، وده يعني حضرتك سبقتيني، بس يعني احنا فعلا بنفكر في اقامه فندق يعني سبع نجوم اكتر، ما يسمى بوتيك اوتيل. مش هنجيب غالبا براند عالمي، لكن هنعمل احنا حاجه لوكال بشركه اداره مصريه. طبعا السياحه فيها شورتج خاصه في ناحيه غرب القاهره. يعني نبص في غرب القاهره ما فيش اوتيل نقدر نسميه بوتيك هوتيل او سبا 7 ستار هوتيل، ده حاجه مش متوفره حاليا. هل هيكون بدايه لسلسله فنادق قادمه ولا هو واحد بس؟ لا هيبقى، واحنا السنه دي في الصيف فتحنا فندقين بوتيك هوتيلز برضو في الساحل الشمالي، فهنفتح واحد هنا ان شاء الله في اكتوبر، وهيبقى في فندق برضو يا فندق يا اكتر في مشروع باديه. سيد ياسين، اجمالي الوحدات اللي هيتم تسليمها في 2019 اللي بتستهدف الشركه انهاء العام بيها هتوصل لكام تقريبا؟ التسليمات احنا التارجت السنه دي ان شاء الله حوالي 1350 وحده تسليم، لكن ده على حسب الناس اللي هي حاجزه وجايه تستلم. لكن احنا عندنا مخزون تقريبا خلصناه، يعني لان عندنا مشاريع 29 مشروع فبنحاول نقفل المشاريع. في بعض الوحدات ما بتبقاش متباعه، فعندنا المخزون ده يمثل حوالي 3.5 ل 4 مليار جنيه تقريبا. 29 مشروع، قد ايه جاري تطويره حاليا؟ احنا حاليا تحت التطوير حوالي 18 مشروع. 18 متوقع الانتهاء منهم انت او انتهى من قد ايه في 2019؟ السنه دي ان شاء الله هنخلص حوالي 6 مشاريع في 2019، اوريدي خلصنا منهم حوالي مشروعين او ثلاثه، والباقي بيجري الانتهاء منه. في مشروع اخر بيخلص في خلال الربع الاول من 2020، يبقى دي 4 مشاريع. عندنا مشروع برضو هنا في اكتوبر خلصنا الجزء الاكبر واخدنا ارض جديده، دي اللي بنبتدي فيها، لكن الجزء الاخر فحوالي نقول حوالي 5 مشاريع في 6 اكتوبر. مشروعين في الساحل دول برضو بينتهوا، وفي حوالي 3 مشاريع في القاهره الجديده بينتهوا السنه دي. يمكن ايضا لو بنتحدث عن مدينه سادس من اكتوبر، هناك مشروع 205 فدان بالشراكه مع شركه اركان تقريبا، مظبوط، انتهيتوا من الرسومات الهندسيه لهذا المشروع، امتى بدء الانشاءات كمان؟ بنخلص الرسومات على اخر السنه، وغالبا هنطرح للبيع ان شاء الله الربع الاول من 2020 تقريبا ان شاء الله. خلينا نتحدث مع حضرتك على خطه 2020، بما ان 2019 اوشكت على الانتاج، الشركه بتستهدف ايه تحديدا في هذا العام؟ في 2020 بنستهدف كونستراكشن حوالي او انشاء بحوالي 2 مليار، بنستهدف بيع بحوالي، لسه يعني ما عملناش النتائج، لكن في حدود ال 14 15 يعني مش نفس العام الحالي تقريبا، هيبقى قريب من السنه دي يعني. خلينا نتكلم مع حضرتك على وضع القطاع العقاري في مصر الفترة الماضية. شفنا مؤخرا ان الحكومة المصرية بدأت العمل بآلية التخصيص المباشر للأراضي، برأي حضرتك الآلية دي هتساعد في سرعة او
طروحات كتير للاراضي، سرعه التنميه، الحكومه بتسعى طبعا ان هي توصل بالرقعة العمرانيه او تضعيفها ل 14% خلال السنوات القليله القادمه. لاي مدى الاليه دي هي مناسبه للسوق دلوقتي ولا في عليها علامات؟ بص حضرتك، كل اليه ليها الايجابي والسلبي، لكن هي طبعا الاليه دي يعني كان في وقت اتعمل فيه نظام المناقصات، وده كان في الفتره دي هو النظام الامثل. لكن النهارده لا، النهارده ما تقدريش حضرتك، لان هي مساله مش مساله سعر وبس. يعني الحكومه المصريه مش معقوله، مش ممكن هي تفكر ان هي في الاخر تاجر اراضي اللي بيدفع اكتر ياخد. ده من ناحيه التمويه مش صح، لان مش كل واحد بياخد ارض بسعر غالي يقدر ينميها وهكذا. ولكن الحكومه المصريه الحقيقه بتحط برضو قواعد شديده جدا على سرعه الانتهاء من المشاريع، ولذلك مهم جدا اختيار المطور المناسب للمشروع المناسب. لكن لو بنفتحها ان هي تبقى مساله سعر فقط، دي بتخلي ان الناس بتخش المجال مش ما عندهمش الحرفيه والنو هاو المتوفر، فهيخلق نوع من البلبله في السوق. فانا شايف بالنسبه للنظام الترسية المباشرة ده النظام الأمثل في الفترة الحالية. من حضرتك ذكرت القواعد اللي بتضعها الحكومة المصرية، ممكن ناخد نموذج منها وهو العاصمة الإدارية. يعني شفنا كتير من الشركات ما قدرتش تلتزم بالجدول الزمني الوضع طبعا وقت حصولهم على هذه الأراضي. هل الأدوات الحاكمة اللي بتضعها الشركة مثلا زي شركة العاصمة صعبة على المطورين هم ينفذوها في خلال مدى زمني صغير، ولا طبيعة هذه المشروعات بتحتاج مطورين من فئة معينة؟ لا، هو حضرتك هو لازم يبقى في تعاون ما بين الشركة المالكة في حالة العاصمة، شركة العاصمة، أو وزارة الإسكان في حالة الأراضي الأخرى اللي في مصر، يعني إن يبقى في تعاون مع المطورين. يعني تأكدي حضرتك لو المطور مطور جاد بيحاول يبذل كل ما في وسعه، لكن برضه في الآخر في سوق. ويجب على الدولة أن تحتضن المطورين، خاصة في وقت اللي السوق فيه بيبقى فيه بعض الصعوبة، لأن مش مصلحة الدولة في الآخر ان هي هذه المشاريع تفشل ويبقى في ناس حاجزة والناس لازم تستلم. هيبقى في بلبلة جامدة جدا، خاصة ان القطاع العقاري ده في حوالي رفلي، يعني مش فقط للمطورين لكن على كل المستويات، حوالي 3 تريليون جنيه مصري. من فترة قليلة جدا بدأنا نشوف بوادر لأزمة في دبي على سبيل المثال، هل ممكن نشهد أزمة في الفترة القادمة في السوق المصري؟ لا، السوق المصري الحقيقة صعب، لان السوق المصري بيحميه حاجة مهمة جدا، ان ما عندناش موركتش. فده بيحمي السوق، فما بيبقاش فيه ما يسمى بالفور سيلينج. بمعنى لو انا بنك النهارده وانا شاري شقه وعلى 20 سنه وقيمتها النهارده بقت اقل من القيمه اللي اشتريتها بيها، واخد تمويل من البنك على 20 سنه، في الحاله دي هتوقف عن السداد والبنك هينزل يبيع الوحده باي سعر عشان ياخد الفلوس. الكلام ده مش موجود في مصر. احنا في مصر المورجج لا يتعدى المليار دولار على حجم جي دي بي حوالي 300 مليار، فهو لا يمثل 0.25%، يعني ولا حاجه، 0.3%، يعني مفيش نسبه. فده يعني هو ما هوش حاجه جاذبه للاستثمار حاليا لان مفيش ده، لكن في نفس الوقت هو حاجه كانه بيحمي السوق من اي خبطات، فيتاكس زيه كانه ايه، مساعد، يعني عربية بياخد الصدمات لأن ما فيش. سيد ياسين، قبل ما ننهي هذا الجزء من الحلقة دعني أسألك على فكرة المدن العمرانية الجديدة اللي الحكومة المصرية توسعت فيها مؤخرا، ومدى كمان إمكانية إقبال الشركة على الحصول على قطع أراضي في هذه المدن. يعني سمعنا من فترة قد ترغبون في الحصول على قطعة أرض في المنصورة الجديدة على سبيل المثال. تمام، احنا حضرتك يعني هدفنا واضح جدا، هو الاتجاه لشراء قطع أراضي ما يكونش فيها سبلاي كتير او مناطق فيها المعروض كثير. نبعد عن القاهره الكبرى في الفتره الحاليه زي ما رحنا اسكندريه، وزي ما كنا نحاول يكون منصوره او بعض المحافظات الاخرى، لانه في طلب جنوين. الشخص المصري بطبيعته مستثمر في العقار، فده حاجه تاريخيه يعني من اصولنا، وفي نفس الوقت هو من افضل العوائد على الاستثمارات. يعني أنا قد يكون بسيط كده، عملت دراسة على آخر 20 سنة العقار زاد حوالي 18 مرة في مصر. نفس العقار اللي بول ميلز بيبيعه النهاردة من 20 سنة الرقم تضاعف 17 مرة. لو كان المستثمر حاطط فلوسه في الدولار كانت تضاعفت حوالي 7.8. لو كان حاططها في الجنيه كانت اكشلي الجنيه أعلى من الدولار، جنيه 8، لأن الدولار بيحصل مرة كده وبعدين بيثبت فترة، لكن طبعا الفايدة على الجنيه المصري أعلى بكتير جدا. فحضرتك لما بتحسبيها بالفايدة، فمازال الاستثمار العقاري هو أفضل استثمار
متاح للمصريين يعني. سيد ياسين بالتأكيد الحوار معكم مستمر، ولكن فاصل قصير مشاهدينا الكرام، وبعده نستكمل هذه الحلقة من حوار الأسبوع. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستكمل هذه الحلقه من حوار الاسبوع مع ضيفي العزيز السيد ياسين منصور رئيس مجلس اداره شركه بالم هيلز للتعمير. مرحبا بحضرتك معانا من جديد سيد ياسين. كنا بنتحدث قبل الفاصل وحضرتك ربما اشرت على فكره التمويل العقاري او التمويل البنكي اللي موجود في مصر. هل التمويل البنكي التمويل العقاري من البنوك بيوازي حجم السوق المصري اللي موجود والتوسع اللي حاصل خلال السنين الاخيره، ولا لسه البنوك ما بتقومش بدورها؟ لا طبعا هي البنوك بتقوم بدورها، لكن الحقيقه في الفتره اللي فاتت لانه الدخل الديسبوزبل انكم يعني بتاع المصريين قل فتره فاتت نتيجه التضخم، فبيبقى المتبقي من الاموال التي يمكن استثمارها في عقار او في شراء سياره او اي حاجه بيقل. فاتجه المطورون ان هم زودوا فتره الائتمان، بدل ما كنا نبيع على 4 سنين بنبيع تقريبا على 8 سنوات، فده طبعا حط شويه من الضغط على الشركات العقاريه. الحقيقه البنوك اللي في مصر ما بيبقاش فيه بنوك كثيره جدا عندها سورسز بتاعه اموال لفتره على 8 سنين او 9 سنين. فالبنوك بتخش تمول حوالي بيبقى الحدود في حدود ال5 سنين تقريبا كبروجكت فاينانس. هو الحل الامثل هو انه المورجج، يعني يبقى فيه مورجج. المورجج ده لما يقوم في مصر بالتالي ده هيبقى النهارده العالم كله. حضرتك بتتكلمي ان المورجج بيمثل حوالي 30 ل50% من اجمالي الناتج القومي. في مصر احنا لا نتعدى 0.25%، يعني مفيش حاجه خالص. فلما ده يشتغل ده من الحاجات اللي هتشغل الرهن العقاري، هو برضو نزول الفايده. يعني احنا بنامل طبعا، هو لسه فيه النهارده 1.5% نزل 1.5% الشهر اللي فات، والنتائج طلعت بشهر اغسطس، نتكلم عن 7.5 التضخم 7.5 معدل التضخم، وده طبعا قليل. فبنامل ان يحصل تاني تقليل في هذه الفايده، لان ده مش فقط بيشجع طبعا النشاط العقاري، هو اكتر نشاط قد يستفيد من ده، لكن ايضا مصر بتستفيد. طب برأي حضرتك القطاع الخاص والشركات التطوير العقاري كجزء من القطاع الخاص بحاجة لخفض الفايدة قد إيه تقريبا؟ يعني إحنا غالبا تم رفع الفايدة 7% منذ تعويم الجنيه في نهاية 2016، نزلنا إلى الآن غالبا 4.5% من 7%. إحنا بنأمل إن 7% دي وأكتر تنزل، لأنه برضو حضرتك أنا مش بتكلم هنا برضو كعقار فقط، أنا بتكلم على مستوى مصر كدولة. يعني حضرتك إحنا شفنا في أمريكا بيقللوا الفايدة من 2.25% 10%، لانه دي اكتر حاجه بتشجع على الاستثمار. في نفس الوقت احنا حضرتك بنتكلم استثمار مباشر يجي مصر. انا النهارده كشركه اجنبيه لما بروح اشوف هستثمر في مصر ولا في الامارات ولا في اي دوله اخرى في المنطقه في البحر الابيض المتوسط، ببص دايما لاني هيديني عائد اكتر. مفيش مستثمر عالمي ممكن يروح اي بلد ويحط اجمالي الاستثمار من جيبه، هو بيحط فلوس من عنده، جزء بنكي بيستلف على الاقل واحد لواحد يعني، او بيحط 30 ويستلف 70، او يحط 50 ويستلف 50. لما هنا بيستلف ب 18 وهناك بيستلف ب 4، فين الفايده التنافسيه اللي عندنا؟ طيب خلينا نكمل في موضوع الفايده. هل المشكله اللي بتحول امام استقبال مصر لاستثمارات اجنبيه مباشره والارقام بتقول ان هي في حاله تراجع، هل الاسباب دي هي بس اسعار الفايده؟ واحنا على جانب تاني شفنا تعديلات تشريعيه، شفنا اصلاحات نقديه، اصلاحات ماليه، فاحنا شفنا اصلاحات كتير جدا. ايه اللي بينقص؟ هل هي الفايده بس اللي واقفه عائق امام الاستثمار الاجنبي المباشر؟ لا حضرتك، هو الاستثمار الاجنبي المباشر خلينا نقول حاجه، يعني انه اللي حصل في 2011 وفي الفتره دي الحقيقه خلق بعض النوع من التخوف لدى الشركات الاجنبيه للعدول عن بعض العقود اللي كانت موجوده، وحصل بعض التحكيم وكده، والحمد لله المشاكل دي بقت بعدت. لكن المستثمر الاجنبي بتاخده وقت عشان يعيد الثقه، وعمر ما في مستثمر اجنبي في اي بلد بيخش الا لما يكون المستثمر ابن البلد بيستثمر. الجزء الاخر هو تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره. وده الدور المطلوب من القطاع الخاص. بص حضرتك، هو القطاع الخاص بطبيعته يعني خلقه الاتي، يعني في بعض الناس في القطاع الخاص بيقولوا تدخل الدوله في المشاريع ومش عارف ايه وبتاع، سواء الدوله او بعض الجهات الاخرى اللي التابعه اللي بتخش. بالتالي ده كان الوسيله الوحيده في 2013 تسريع التنميه. النهارده لو حضرتك يعني مع حفظ الالقاب، لو كان
السيد الرئيس مثلا جه طلب من القطاع الخاص انه يستثمر، هيبقى الناس خايفه. لان يعني جزء من اهداف الاستثمار عند القطاع الخاص هو البحث عن الربحيه. بالظبط كده، وبيبقى خايف على امواله. يعني لو انا هعمل مشروع عندي امكانيات ان اعمله ب 10 قروش هبتدي بقرش واشوف. الدوله في هذه اللحظه لم كانتش تستحمل ان هي تعمل ياسين يحط قرش وحسين قرش ومحمود قرش، يعني ما كانتش هينفع. فهو الدوله لجأت الى هذه الكيانات ان احنا نقدر نعمل تنميه، اللي هي النهارده 5.5% تقريبا في المية او حاجه زي كده، ودي كانت حاجه غير متواجده. فالحمد لله وصلنا لدي، لكن الفتره اللي جايه بنامل ان الدوله ترجع للدور الاساسي، وهو ان هو يبقى المشرع والمراقب. احنا اللي بنامل في الفتره اللي جايه انه الثقه بين القطاع الخاص والدوله المصريه تزيد، لان ده الحاجه الطبيعيه، دي الحاجه اللي كانت موجوده، ودي الحاجه اللي هترجع تاني. انا متاكد ان استحاله الدوله المصريه تقتنع ان هي هتعمل هتبقى هي المنفذ وهي المطور وهي المصنع وهي بتاع، لان الموديل ده ما مشيش. يعني الموديل ده يمكن مشي في بعض البلاد زي الصين، ان الدوله بتعمل حاجات كثيره جدا، لكن بيبقى نوعا ما في مشاركات مع القطاع الخاص، او الشركات دي بتبقى مطروحه في البورصه. وانا بتقالي ده قد يكون برضو ده بعض الفكر لدى الدولة، ان الشركات دي في الاخر هتطرح في البورصة. فهي محتاجين نقعد ونتكلم ونشوف احنا رايحين فين. زي بقول لحضرتك في فترة معينة فعلا القطاع الخاص المصري وانا من القطاع الخاص ما كناش نقدر نقوم بالتنمية، لانه كانت ظروف صعبة جدا. طيب. النهاردة الوضع مختلف. طيب الوضع مختلف، بس لو خدنا القطاع العقاري على سبيل المثال، هناك منافسة من قبل الحكومة المصرية أدت لرفع الأسعار. لو تحدثنا تحديدا عن مدينة العالمين الجديدة، تحدث أن بدأنا البيع في الأبراج بما يتخطى 40,000، حاليا البعض يتحدث عن 90,000. هل ده في صالح المستهلك، في صالح شركات التطوير اللي موجودة في المنطقة وبالم هيلز واحدة منها؟ بصي حضرتك، شوفي عايز أقول لك حاجة. طبعا كمطور هو مش في مصلحتي، لكن هو في مصلحة مصر. يعني خلينا نقول زيادة المطورين وزيادة المنتج وتنوع المنتج هو في الآخر في مصلحة العميل. ممكن الحوار ياخدنا لجزئية تانية سيد ياسين، وهو فكرة بما إن حاليا في منافسة ما بين القطاع الخاص وما بين جهات حكومية، طب هل على صعيد شركات التطوير العقاري مش ممكن نشوف نموذج شراكة الفترة اللي جاية ما بين شركات تكوين كيان كبير؟ يعني يمكن سمعنا عن النموذج ده مثلا ما بين سودك وما بين مدينة نصر إسكان وما تمش. ممكن بالم هيلز تقدم على هذا النموذج، ولا هي مش بحاجة ليه الفترة دي؟ لا، شوفي عايز اقول لك حاجة. هو النهاردة هذا النشاط فراجمنتد للغاية، يعني ما فيش حد فينا يمكن هو اكبر شركة تقريبا تي ام جي، واحنا التاني شركة. السوق فراجمنتد لدرجة انه ما فيش حد فينا عنده نسبة اكتر من 3%. يعني فيجب ان يكون في يتعمل كيانات اكبر. هو ده التطور الطبيعي للسوق بهذا الحجم، انه في ناس كثيرين جدا لكن ما فيش حد عنده نسبة من السوق تمكنه بانه يقدر يوزن السوق بطريقة او باخرى. فده شيء طبيعي جدا يبتدي يحصل اندماجات ما بين بعض هذه الشركات. احنا دايما بنبص لي في الاخر الافضل لمساهمين بتوع بالم هيلز. يعني ممكن اي حاجه تعمل ده؟ طبعا لو حاجه في مصلحه مساهمين بالم هيلز انا لن. هل بتدرسوا الوضع ده حاليا ولا لسه؟ لا، يعني مفيش حاجه اوفيشال، بس بنبص. يعني مصر الجديدة على سبيل المثال عندها محفظة أراضي كبيرة بتسعى للتخلص منها وبيعها خلال الفترة الحالية، وكمان احنا شايفين بالم هيلز عندها محفظة كبيرة في غرب القاهرة، شرق القاهرة، ما بتنظروش ليه سيد ياسين؟ لحضرتك احنا عندنا مشروع في شرق القاهرة اللي هو بالم هيلز نيو كايرو. المشروع ده في القاهرة الجديدة، لكن حضرتك المشروع وجهه في العاصمة، وفي هو بيبص على شارع اللي هو الدائري الأوسطي. ففي مشروع مدينتي، وفي مشروع المستقبل، وفي العاصمة، وهو لكن هي الأرض نفسها في القاهرة الجديدة. بما أننا كنا بنتكلم على محفظة أراضي الشركة وتوزيعها، هي بلغت كام إجمالي محفظة الأراضي لدى الشركة بنهاية أغسطس الماضي؟ وصلت لكام؟ إحنا حوالي حضرتك كله حوالي 41 مليون متر، منهم 5 وشوية في السعودية، والباقي موجود في مصر، لكن هم مقسمين إلى 29 مشروع. الجزء اللي موجود في السعودية جاري تطويره حاليا؟ لا. لسه يبدأ تطويره؟ لسه يعني في محادثات لظروف، يعني ظروف خاصة بالسعودية وملكية الأراضي هناك وكده. محفظة القروض لدى الشركة كمان سيد ياسين وصلت لكام تقريبا؟ احنا حضرتك النت دات صافي المديونية حوالي 2.6. احنا بنعمل توريق في خلال الفترة الجاية دي حوالي 900 مليون، المفروض يخلص قبل آخر الشهر. يعني احنا بنقول في الربع الأخير من السنة إن شاء الله هنعمله. وعندنا بعض المحافظ جاهزة للتوريق بحوالي
كمان مليار مليار ونص، وعلى مارس السنة الجاية هيبقى عندنا حوالي 3-4 مليار أخرى جاهزة للتوريد. ده هيخلق سيولة نقدية جامدة جدا للشركة. في نية الاقتراض من البنوك الفترة اللي جاية؟ حضرتك احنا ما بنقترضش برود للاقتراض، احنا بنقترض فقط على بعض المشاريع الخاصة بيها، لأن احنا برضو الاقتراض البنوك، احنا حضرتك كل اقتراضنا بيبقى بروجكت فاينانس، وده بيبقى في ميزة بالنسبة لنا ان احنا دي سياسة عندنا، احنا ما فيش مشروع بنعمله الا لما يكون كانوا شركة لوحده، يعني استحالة اخد فلوس من مشروع ده او دي مشروع تاني، فكل مشروع بحساباته بارقامه وكل واحد ثابت لوحده، بحيث انه ما فيش مشروع يأثر بالسلب ولا بالموجب على مشروع اخر. متوقع حضرتك الاسعار تزيد، اسعار العقارات في مصر تزيد الفتره اللي جايه بقد ايه؟ مش بنفس اللي كان بيحصل في الخمس سنوات اللي فاتت، يمكن خلال الخمس سنوات اللي فاتت الاسعار زادت اكتر من 100% نتيجه الديفالويشن اللي حصل والتضخم و و، لكن بتوقع ان الفتره الجايه دي الزياده هتبقى زياده معقوله جدا، حوالي 11% 10% سنه. طب القوه الشرائيه كمان هترجع سيد ياسين؟ حضرتك القوه الشرائيه هترجع، لان هو القوه الشرائيه تاثرت بحته الديفالويشن والتضخم الجامد اللي حصل. انا في رايي ان هي هتاخد 4-5 سنين وترجع تاني زي ما كانت، فات منهم حوالي سنتين، فاضل سنتين ثلاثه كمان. يعني نشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيد ياسين. شكرا. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه.